وينضم إلينا من باريس أستاذ الفلسفة السياسية الدكتور رامي خليفة العلي. دكتور رامي أهلا وسهلا بك ضيفا كريما على سكاي نيوز عربية. سأبدأ من تبدل اليوم الموقف الفرنسي من داعي لتحالف دولي لمحاربة حماس إلى الدعوة لوقف لإطلاق النار ومبادرة إنسانية ومؤتمر إنساني سيعقد في باريس. ما خلفيات تغير هذا القرار الفرنسي؟ أهلا بك هاني، تحية لك ولمشاهديك الكرام. عدة عوامل يمكن الإشارة إليها. العامل الأول وهو حجم الكارثة الموجودة في قطاع غزة وصور المدنيين التي تصل وتغطي الشاشات هنا في غزة ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلام البديل، وبالتالي ذلك بدأ يؤثر على الرأي العام هنا في غزة. النقطة الثانية وهي الطبقة السياسية في غزة، اليسار وأقصى اليسار بات يرفع صوته منتقدا النهج الذي اتبعته الحكومة الفرنسية مع بداية الأحداث ومع بداية الحرب في قطاع غزة. النقطة الثالثة، هنالك محاولة هاني من قبل الرئيس الفرنسي ومن قبل الحكومة الفرنسية للعودة إلى ما يسمى هنا في الأدبيات السياسية الفرنسية السياسة العربية لفرنسا، والتي بدأت منذ عهد شارل ديغول، بمعنى أن تكون فرنسا متميزة بمواقفها وبنهجها السياسي تجاه قضية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي واتجاه قضايا الشرق الأوسط. طبعا النقطة الرابعة وهي محاولة إيجاد حالة من التوازن، إذا شئت، من جهة هنالك الدعم لإسرائيل ما زال حتى الآن موجود، دعم لإسرائيل بالدفاع عن نفسها كما قال الرئيس الفرنسي، ولكن مع احترام القانون الدولي، مع مراعاة عدم استهداف المدنيين، مع إيصال المساعدات، ومع فرض هدن ووقف مؤقت لإطلاق النار. وبالتالي يمكن القول بأن هنالك توازن أصبح الآن في الخطاب السياسي الفرنسي وحتى في النهج السياسي. إذا ما نظرنا إلى موقف فرنسا في مجلس الأمن، هل يعني ذلك انقلاب في المواقف الفرنسية؟ لا، ما زال حتى الآن هنالك تأييد للجانب الإسرائيلي، هنالك تصنيف لحماس باعتبارها منظمة إرهابية وفقا للتصنيف الفرنسي، ولكن هنالك موقف أصبح أكثر توازنا في التعامل مع القضية الفلسطينية ككل وليس الصراع الموجود ما بين حماس وإسرائيل. طيب دكتور رامي، طبعا الوضع الإنساني اليوم بات يحرج جميع الدول حتى الداعمة لإسرائيل بشكل واضح. اليوم هناك مؤتمر إنساني ستعقد باريس في المرحلة المقبلة، ما المرتجى من هذا المؤتمر؟ وهل سيكون هناك يعني مقررات عملية برأيك في هذا المؤتمر؟ دعنا نشير إلى أن مساعدة أو إسعاف الوضع الإنساني الكارثي الموجود في قطاع غزة يستلزم أولا هدنة إنسانية، ثانيا دراسة احتياجات غزة، ثالثا مساعدات تدخل إلى القطاع. الآن يتم الحديث في الدول الغربية وفرنسا، والمؤتمر القادم سوف يبحث هذه القضية وهي تأمين المساعدات، ولكن لا يبحث قضية الهدن الإنسانية. ربما سوف يضغط المؤتمرون وسوف يصدرون بيانا يدعو إلى ذلك، ولكن لا أعتقد أن هنالك إمكانية حقيقية من أجل الضغط على الجانب الإسرائيلي ومن أجل إقناع الولايات المتحدة الأمريكية بالدعوة إلى وقف إطلاق النار. طبعا كما تعلم هاني، كان اليوم هنالك حديث ما بين الرئيس الأمريكي بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، وكان هنالك مطالبة بثلاثة أيام كهدنة إنسانية من أجل إدخال المساعدات، وبالتالي لن يضيف هذا المؤتمر شيئا جديدا في هذا الإطار، لكنه سوف يجمع. طب فعليا المؤتمر لن يضيف شيئا، تصريحات اتصالات بايدن وطلب الإدارة الأمريكية اليوم بشكل واضح على المدى الأسبوع الماضي لوقف العمليات العسكرية أقل لهدنة إنسانية لإدخال مساعدات. اليوم لدينا موقف فرنسي، دول عظمى اليوم كلها تتدخل في هذا الموضوع، إسرائيل مستمرة. هل برأيك أو ما هي السبل اليوم أن الولايات المتحدة، فرنسا، دول عربية كبرى تتحدث عن ضرورة وقف إطلاق النار وإسرائيل لا ترضخ حتى الآن؟ ما هي السبل اليوم؟ بحسب صحيفة بوليتيكو الأمريكية، فإن الرئيس أو رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي بأن هدنة، ذلك يعني أن حماس سوف تلتقط أنفاسها وسوف تعيد ترتيب صفوفها، وكذلك الضغط الدولي على إسرائيل سوف يزداد، وبالتالي في إسرائيل ليس هنالك قناعة بالهدنة الإنسانية وهذا يستلزم ضغطا، وحتى الآن الولايات المتحدة الأمريكية ليست مستعدة لممارسة هذا الضغط، ولا يوجد طرف آخر يمكن أن يمارس الضغوط على الجانب الإسرائيلي للأسف الشديد حتى الآن. طبعا
كلما مر الوقت وكلما زادت الكارثة الإنسانية، بالتأكيد أن ذلك سوف يترك ضغطا كبيرا على الولايات المتحدة الأمريكية. وكما جاء في التقرير القيم الذي أدعته قبل قليل، أن هنالك تغير في المزاج العام في الولايات المتحدة الأمريكية، بل أكثر من ذلك هاني، حتى داخل الحزب الديمقراطي واستطلاعات الرأي تشير إلى تراجع حظوظ الرئيس بايدن بسبب ما جرى في قطاع غزة وسبب الموقف الأمريكي، وبالتالي ذلك ربما يترك أثره على السياسة الأمريكية المتعلقة بالضغط على إسرائيل من أجل تلك الهدنة الإنسانية. لكن لا أعتقد أن هنالك إمكانية لتحقيق انقلاب جذري ولدفع إسرائيل إلى القبول بإدخال المساعدات. الأمر بحاجة إلى وقت طويل. ربما أنت أشرت بشكل واضح أنه ليس هناك من لديه القدرة بشكل كبير اليوم على إقناع إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية، ولكن هناك عامل وحيد تعترف به إسرائيل وهو شرط بالنسبة لها لوقف إطلاق النار. عن نتحدث عن الأسرى الموجودين عند حماس. يقول نتنياهو لا يكون هناك وقف لإطلاق النار أو توصيل الوقود قبل أن تطلق حماس سراح المحتجزين. إلى أي مدى هذه الورقة يمكن أن يراهن عليها الغرب ويلعب على هذه الورقة للتسريع في عملية ربما وقف إطلاق النار؟ وهل برأيك سترضى حماس التخلي عن هذه الورقة بهذه السهولة؟ كإجابة مباشرة لا. بداية الشق الأخير من السؤال حول حماس، هل ترضى بالتخلي عن هذه الورقة؟ دعنا نصنف المحتجزين الموجودين لدى حماس إلى 3 أصناف رئيسية. يعني الصنف الأول وهو المتعلق بالعسكريين الإسرائيليين، وأعتقد أن هذا أن إمكانية الإفراج عنهم طالما أن حماس موجودة وطالما أن لديها قدرة وسيطرة في قطاع غزة، اعتقادي أن إمكانية الإفراج هي إمكانية تكاد تكون مستحيلة. هنالك المدنيين، وهؤلاء أيضا مقسومين قسمين، الذين يحملون جنسيات مزدوجة، وباعتقادي أن حماس أبدت استعدادها لأن تفرج عن بعضهم. هنالك حديث على أن هنالك إمكانية للإفراج عن 15 رهينة خلال الساعات والأيام القليلة القادمة. هنالك المدنيين من الإسرائيليين والذين لا يحملون جنسيات أخرى، هذا ربما قابل للتفاوض مع الجانب الإسرائيلي ومن خلال وساطات ربما تقوم بها بعض دول المنطقة. إذن هذا ملف معقد للغاية. هل يمكن لحماس أن تقبل بإعادة المختطفين بمقابل هدن إنسانية قصيرة المدى ثم يعود القصف مرة أخرى؟ باعتقادي حتى الآن الإشارات القادمة من حماس لا تشي بإمكانية حدوث ذلك على أرض الواقع، على الأقل فيما يتعلق بالمدنيين الإسرائيليين وبالعسكريين الإسرائيليين. طبعا إمكانية الإفراج عن مزدوجي الجنسية باعتقادي أن هذا الأمر ممكن، وربما حتى هنالك نصائح أعطيت إلى حماس بأن ذلك ربما يحسن بعض صورتها المنهارة على المستوى الدولي. نعم، اليوم تصريحات يعني حياة كثيرة من كل الجوانب حتى بالدول العربية وداخل الإسرائيلي. وزير الدفاع جالانت يقول إن إسرائيل لا إسرائيل ولا حماس ستحكم قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الحالية. ما الذي يغمز إليه جالانت، وما هي السيناريوهات المحتملة برأيك؟ حقيقة ربما هذا يأتي ردا على ما تم الحديث عنه على المستوى الإعلامي وحتى ما تحدثت عنه الإدارة الأمريكية من أن هنالك رفض أمريكي لإعادة احتلال قطاع غزة من قبل الجانب الإسرائيلي. هنالك رفض الآن على الأقل معلن من قبل الجانب الإسرائيلي بأنه لا يريد احتلال القطاع، ويريد أن يقضي على التهديد الأمني ما بين ظفرين الذي تمثله حماس على إسرائيل. أما السيناريوهات الأخرى، الحقيقة هنالك العديد هاني من السيناريوهات التي يتم الحديث عنها. بعضها تم الحديث عنه من أوساط أمريكية، ربما عودة السلطة الوطنية الفلسطينية لكي تحكم قطاع غزة. هنالك مقترحات أيضا بأن تكون هنا أن تكون تحت إشراف الأمم المتحدة ومن خلال أطراف عربية وغربية يمكن أن تحكم القطاع. حتى الآن لا توجد رؤية واضحة أو سيناريو أكثر ترجيحا، لأن الأمر مرتبط بكيف سوف تنتهي هذه المعركة. في النهاية الأمر مرتبط بالتطورات الميدانية. حتى الآن الحقيقة، وربما هذا السؤال بدأ يطرح خصوصا في الكواليس السياسة الغربية، إذا ما كانت إسرائيل قادرة بالفعل على القضاء بشكل مطلق على حماس، هنالك تعثر في العملية العسكرية الإسرائيلية. إسرائيل لم تحقق منجزا واضحا، لأن لديها هدفان أساسيان، الهدف الأول كما تعلم القضاء على حماس، والهدف الثاني هو الإفراج عن المختطفين، وحتى الآن كلا الهدفين لم يتحقق منهما شيء ملموس. فعلا، وخصوصا دكتور أنه اليوم حركة حماس تقول أنها دمرت ربما
15 آلية عسكرية في عملية توغل عسكرية إسرائيلية. هل برأيك الدخول في عملية برية إسرائيلية إلى داخل غزة هو مستنقع بالنسبة للإسرائيليين؟ على الأقل هذا ما يحدث حتى الآن. طبعا من خلال التطورات التي شهدها خلال الفترة الماضية، التفوق التقني العسكري المادي إذا شئت للجانب الإسرائيلي يتلاشى خلال العملية العسكرية والدخول في منطقة سكنية والدخول في حرب شوارع من حارة إلى حارة ومن بيت إلى بيت. هذه مسألة في غاية الصعوبة، وشهدنا أن هنالك خسائر إسرائيلية كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية، فما بالك بالدخول إلى كل شوارع قطاع غزة والدخول إلى الأنفاق وتدميرها والقضاء على قيادات حماس والقضاء على عناصر حماس. هذه مسألة تبدو في غاية التعقيد وتبدو بحاجة إلى الكثير من القوات الإسرائيلية وحتى أسلوب عمل مختلف. حتى الآن نحن نتحدث ثاني عن شمال قطاع غزة، بمعنى عن ثلث قطاع غزة، وحتى الآن إسرائيل تواجه الكثير من الصعوبات في هذا الإطار. هنالك مسألتان أساسيتان سوف تؤدي إلى وقف إطلاق النار. المسألة الأولى أن تنجح إسرائيل بالفعل كما ترغب هي على الأقل بالقضاء على حماس والقضاء على قادتها وتفجير الأنفاق الموجودة تحت مدينة غزة، وهذا بأحسن المتفائلين يرى بأن هذا يستلزم وقتا طويلا وخسائر كبيرة من الجانب الإسرائيلي بالإضافة إلى التكلفة المدنية. المسألة الثانية أن تدخل إسرائيل بالفعل إلى مستنقع وأن تزداد الخسائر خلال الفترة القادمة، وهذا ما تأمله حماس على الأقل، وبالتالي أيضا يؤدي إلى وقف لإطلاق النار عندما تدرك إسرائيل بأن استمرارها لن تكون له سوى مزيد من الخسائر، مما يرفع الغطاء الشعبي والجماهير الإسرائيلي المعطى للعملية العسكرية. وبالتالي التطورات الميدانية هي التي ترسم أولا أفق تلك العملية العسكرية وثانيا أفق ما سوف يحصل في اليوم التالي لنهاية هذه الحرب. طب دكتور رامي بيعوجالة، يبدو أنه خطاب حسن نصر الله زعيم حزب الله الأخير أبدى نوع من الرياحة للجبهة الشمالية الإسرائيلية، ولكن الأيام القليلة الماضية شهدت بعض إطلاق الصواريخ والمناوشات وحتى قصف مباشر من قبل الطرفين اليوم. هل تفتح هذه الجبهة في المرحلة المقبلة؟ لو بعجالة لو سمحت. بإجابة مباشرة لا، على الأقل في الأمد المنظور وبالنظر إلى المعطيات الموجودة نفسها التي تحدث عنها حسن نصر الله ونفسها ما تحدث عنه الجانب الإسرائيلي والرسائل الأمريكية، كل هذه لن تتغير حقيقة. حسن نصر الله يدرك بأن الدخول في هذه المعركة سوف تكون تكلفته باهظة على حزب الله بشكل مباشر وعلى لبنان بشكل خاص، وربما تفقد إيران ذراعا أساسية لها في المنطقة، أقصد حزب الله. بالنسبة لإسرائيل ليست معنية في الدخول على جبهتين، وتدرك أن الجبهتين ربما تؤدي إلى توسع إلى حرب إقليمية، وهذا سوف تكون له نتائج كارثية، ربما تخرج الأمور عن سيطرة إسرائيل. نقطة أخيرة وهو الجانب الأمريكي، وصول حاملة الطائرات واستعداد أمريكا للانخراط لا شك بأنه ساهم إلى حد كبير لعدم توسع هذا الصراع لكي يتحول إلى حرب إقليمية. نعم الدكتور رامي خليفة أستاذ الفلسفة السياسية كنت معنا من باريس، شكرا جزيلا لك.